ورجعنا لكم تاني في هذه الفقرة. انضم إلي الأستاذ صبري زيد ولي أمر اللاعب محمد صبري. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا. نورك منورنا الحمد والله. الله يخليك. الله يخليك. وطبعا الحارس الجيد الحارس المميز مواليد 2006 اللاعب محمد صبري زيد. نورنا محمد. أهلا بحضرتك. أخبارك يا محمد؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. واللاعب طبعا نجم مواليد 2001 اللاعب عادل نجاح متولي. اهلا بك. اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟ طبعا في البدايه طبعا عايزين نتكلم عن ولي الامر. ولي الامر اللي بيلبي رغبات ابنه تمام وماشي ومقتنع بالموهبه. مقتنع بالموهبه، يعني احنا استضفنا ولي الامر علشان طبعا هو مقتنع بتلك الموهبه اللي عايزها ان شاء الله يكون لها مسابقه. والولد فعلا لان حارس مرمى طويل وجسمه كويس تمام، فاحنا طبعا بنوفق بقى الحاجه ديت، يعني ديت برضو ايه تتحسب لك الصبر. والله يا كابتن احمد انا طبعا على طول بكون مسافر وكده تمام، ففي الاجازه دي محمد كلمني وقال لي يا بابا انا عايز اكون حارس مرمى وكده وبتاع، فاخدته الاسكندريه تمام لمصنع 10 الحربي والحمد لله مع الكابتن عمرو الباز والكابتن جمال عبد الحليم تمام. وحضرتك الف شكر لحضرتك يعني ان انت دعمته وان انت اخترته لفريق الزرق تمام ممتاز به 2006، وان شاء الله اتمنى ان هو يكون حاجه كويسه ان شاء الله يبقى حاجه كويسه كده يا رب. قول لي كده محمد صبري كده، يعني انت ايه بقى حبيت بقى نادي الزرقاء؟ شفت الامكانيات؟ المدربين شغالين معاك ازاي بقى؟ المدربين اول ما رحت نادي الزرقاء استقبلني كابتن بيبو تمام و هو المدير الفني 2005 ايوه تمام كويس، وكابتن حسام مدرب حراس المرمى والمعامله هناك عادي كده خالص، ده بالسابر كده المدربين بيشكروا فيك. أيوة. حارس مرمى كويس كده. أيوة. على اتم الاستعداد ان شاء الله ده ان شاء الله تبقى الحارس الاساسي. ايوه ان شاء الله ان شاء الله. قول لي عدول بقى كده نجم بقى مواليد 2001 كده، قول لي كده بقى كنت بتلعب فين قبل كده؟ انا لعبت في عمال المنصوره 3 سنين، وبعد كده فتره رحت شبان بدوي، وبعد كده بقى دلوقتي نادي الزرقاء ان شاء الله. يعني كنت بتلعب في عمال المنصوره. انت مركزك ايه بقى؟ ديفندر. ديفندر. ديفندر كويس جدا، خلي بالك. مواليد 2001 في نادي قبل عمال المنصوره؟ لا، اول نادي كان اول نادي عمال المنصوره، بعدين كده تم انتقالك لنادي الزرقاء طبعا في صفقه انتقال حر تمام. استاذ صبري بالنسبه لولي الامر، يعني ولي الامر اكيد بيخاف على الولد بيوديه للطريق الصحيح تمام، بعيد عن اي معوقات او سلبيات تعوق مصيره اللاعب. ايه اللي حبك في قطاع الناشئين بنادي الزرقاء او اختيارك لنادي الزرقاء؟ والله اختيار حضرتك لنادي الزرقاء ان في اهتمام شويه باللعيبه تمام تمام، التدريب على اعلى مستوى. بالنسبه لمحمد عشان حارس مرمى الكابتن حسام انا بشكره طبعا، مدرب كوف فعلا. ايوه مدرب كويس، وبعدين مهتم بالتدريب بتاع الشباب، في جديه في العمل وفي جديه في الشغل، وان شاء الله باذن الله نادي يوصل بامر ربنا ان شاء الله، وبالتوفيق لهم ان شاء الله. ان شاء الله. يا ريت نعرض الصور اللاعبين طبعا. الصور اللي قدامنا دي كانت اختبارات نادي الزرقاء بمدينه المحله الكبرى طبعا، والقائمين على الاختبارات الكابتن محمد الشرقاوي، ده الكابتن ضياء المناوي طبعا مدير قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي مدينة دمياط، من المدربين المميزين اللي باع طويل في تاريخ نادي الزرقاء الكابتن ضياء المناوي. ده اللاعب احمد عادل مواليد 99 لاعب نادي الاولمبي السابق والذي انضم لنادي الزرقاء الرياضي مواليد 99. طبعا ديت صورة من اختبارات اليوم بمدينة المحلة أيضا التي أقيمت اليوم، ده المعسكر الداخلي لي أو المعسكر الخارجي بمدينة بلطيم لقطاع البراعم نادي الزرقاء مواليد 2007 و2008 بقيادة الكابتن علاء حلمي مديرا للقطاع، وكذلك الكابتن اسلام المصري والكابتن محمد ادري ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد حسنين طبعا. وافرز هذا المعسكر عن لاعبين صغيرين جيدين جدا امثال عمار ياسر لاعب موهوب مواليد 2007، واللاعب زياد علي محمد علي طبعا لاعب موهوب مواليد 2009،
لو في برضه صور نعرضوها كده. ده من جانب الشغل التدريبي بالمعسكر البراعم. طبعا اللاعب محمد او الحارس الامين محمد صبري مواليد 2006، من الحراس ان شاء الله يتنبأ لهم بمستقبل طيب ان شاء الله. اللاعب محمد ابراهيم مع الكابتن محمود قناوي، طبعا من اللاعبين اللي انضموا لفريق ال 2001 بنادي الزرقاء الرياضي. اللاعب عمار ياسر طبعا لاعب موهوب جدا، لاعب برعم من البراعم الجيدين لنادي الزرقاء الرياضي. اللاعب عمار ياسر ابن مدينه المنيا، طبعا من اللعيبه المميزين الموهوبين في مرحلته السنيه مواليد 2007. اللاعب احمد عبد المهتدي من اللعيبه الكويسه، والكابتن طبعا احمد دودار مشرف على القطاع. طبعا لعيب كويس احمد مواليد 2003، لعب في كذا نادي منهم جمهور شبين وبلدية المحله، ولاعب يمتاز بالمستوى العالي وان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب وباهر باذن الله. طبعا الكابتن رضا الراعي حكمنا الدولي وحكم الدوري الممتاز، وكابتن نادر عبد المقصود، والكابتن ياسر تحسين طبعا من الحكام الكويسين. كابتن ايمن الكابتن رضا الراعي طبعا مشرف على قطاع البراعم بنادي الزرقاء، من الشخصيات المحترمه الشخصيات الجميله. اللاعبين طبعا ابناء نادي المنيا لاعبين مميزين، لاعب قاسم محمد ومحمد حسن من اللاعبين المميزين والمتميزين ايضا في قطاع المراعم الذي انضمهم بقطاع البراعم، وان شاء الله نتنبأ لهم بمستقبل طيب ومستقبل باهر باذن الله. طبعا اللاعب جميل للاعب هشام بركات همام، لاعب مواليد 2001، لاعب ممتاز جدا انضم للمقاولين وطبعا جه نادي الزرقاء، من اللعيبه المميزين اللي نتنبأ لهم بمستقبل طيب. طبعا الكابتن سمير حمدون عامل شغل كويس، جاب لنا اللاعب واللاعب وقع على عقود الانتقال لنادي الزرقاء الرياضي، من اللاعبين المميزين الموهوبين في سنه او في مواليد 2001. طبعا مدربين البراعم الكابتن علاء حلمي على الشمال، الكابتن محمد ادري من المدربين الصاعدين الواعدين الشباب اللي طبعا في موهبه في التدريب، والكابتن اسلام المصري والكابتن محمد حسنين. طبعا بالنسبه ل بنتكلموا عن ولي الامر، ولي الامر يعني اللي بيلبي رغبه ابنه، دي حاجه جميله طبعا وتحسب لولي الامر، ادم مقتنع بالموهبه تمام بدون اي عواطف، لان في العاطفه ساعات بتغلب على ولي الامر وفكر الولد عايز يوديه ويجري بيه انه محمد صلاح وهيطلع محمد صلاح، لكن في اولياء امور بتاخدها ان الولد بيبعد عن الانحرافات بيبعد عن الحاجات السيئه طبعا، عايز يوديه يفرغ طاقته داخل الرياضه، دي برضو حاجه كويسه. فانت لقيت بقى في محمد يفرغ طاقته في الرياضه بعيدا عن اصحاب السوء بعيدا عن اي شيء تاني، أكيد طبعا. ولا لمست فيه الموهبه اللي انا اجري وراها؟ والله انا لمست فيه الموهبه اللي انا اجري وراها تمام، وتاني حاجه ان انا بعيد عن الانحراف وعلى اللي احنا بنشوفه حاليا في البلد تمام، والثالث حاجه ان هو يكون مثلا يوصل لمستقبل كويس ويهتم بالرياضه ولسه صغير يعني 2006 يعني 2006 يعني حاجه صغيره. انا معظم المدربين اللي شافوه حتى كمان قالوا يعني بسم الله ما شاء الله. انا صراحه اول ما جبته لي والكابتن شافه في الملعب بيقول لك أيوة وقع خليه يوقع عشان ده بسم الله ما شاء الله 2006 فعلا يعني حصل فعلا، وانا بشكر حضرتك جدا فعلا يعني الله يخليك على الدعم اللي دعمته لمحمد يعني. الله يبارك لك. بالنسبه لك مواليد 2001 عادل نجاح متولي مواليد 2001 ديفندر عمال المنصوره، عايزين طبعا ان شاء الله باذن الله كده تبقى حاجه كويسه لان فرقه 2001 عندنا فرقه كويسه جدا بقياده الكابتن محمود حنفي. قول لي بقى في تطلعاتك في الفتره القادمه ايه يا عادل؟ والله اتمنى ان شاء الله يعني اثبت نفسي واوصل لدوري ممتاز، ربنا يكرم ان شاء الله ابقى كويس مع الفرقه يعني واقدر اثبت نفسي باسرع وقت. تمام، يعني انت تطلعاتك ان شاء الله في الفتره القادمه ان النادي محطه للصعود ليه ان شاء الله، او اروح حته ممتاز كويس طبعا مستواك ما فيش حد هيوصلك صح. الا مستواك، مفيش حد يقول لك ده اقعد معايا سنه وهوديك الاهلي ولا انبي ولا كده، لا هو مستواك اللي هيوصلك مش اي الملعب
جدع عدول. قول لي كده يا محمد، بالنسبه بقى انت جاهز بقى ان شاء الله باذن الله للدوري بتاع 2006 ان شاء الله كده، اساس ولا احتياطي بقى؟ اساس ان شاء الله. بعد كل ده عايزينك بقى ايه؟ اساس ان شاء الله، لان عايزينك في ال 2006 وال 2005 ان شاء الله. ان شاء الله كابتن تصعد كده وتبقى حارس ان شاء الله مميز وممتاز باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. استاذ صبري، ما زلنا برضه مع اولياء الامور. للاسف الشديد في امور، في اولياء امور يعني غير واعيه، تمام، وبتيجي ورا الولد. وفي معلش الاستثمار الرياضي، في ولي امر مثلا بيروح انديه معينه، الولد ما بيتسجلش، الولد مثلا قعد شهر ومشي. ففي اولياء امور بيروح المكان الصحيح اللي هم واثقين في هذا الشخص او في هذا المكان او في هذا النادي. فاحنا عايزين تقول لنا بقى، يعني انت رحت انديه قبل كده ولا تم اختيارك للزرقاء مباشره؟ والله هو حضرتك، هو راح قدم محمد في نادي مصنع 10 الحربي في اسكندريه. تمام تمام. وبس ما مطولش فيه يعني، لان حضرتك اخترته في نادي الزرقاء عشان جسمه وعشان مواليده لسه صغير وكده. تمام. بالنسبه للاستثمار، هو المفروض اصلا يعني هي دي كلها حاجات بسيطه. تمام تمام. بتبقى مثلا عباره عن بتصرف على الولد. بتصرف على الولد يعني. تمام. مش مصاريف. تمام. فانا اصلا يعني بطلب من اي اب شايف في ابنه مثلا موهبه ان هو يدعمه ويقف وراه ويروح وراه لاي مكان لحد ما يحطه مثلا على اول الطريق، وبعد كده هو بيكمل طريقه. تمام. بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. قول لي كده محمد بقى، انت يعني حابب بقى تطلع ايه بقى، وعايز تبقى تلعب في نادي ايه بقى؟ نادي منتخب مصر. انت عايز منتخب مصر ان شاء الله. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي كمان؟ ماشي يا عم هعديها لك. وانت عدول اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي برضه. اهلاوي برضه؟ ايه حكايتكم؟ كلكم اهلاويه ولا ايه؟ وانت يا استاذ صبري؟ اهلاوي. اهلاوي يعني انا الوحيد اللي زملكاوي يعني؟ زملكاوي؟ اهلاوي. ده لنا الشرف طبعا. الله يخليك يا كابتن. طبعا طبعا الاهلي طبعا من الانديه المحترمه، الانديه المميزه، الانديه الكبيره، وان شاء الله باذن الله نلاقوا برضه اهلاوي طيب، ونلاقوا ان شاء الله باذن الله مستقبل طيب ليهم في انديه الدوري الممتاز. في ختام هذه الفقره طبعا بحب اشكر ضيوفي الكرام الاستاذ صبري زيد، شكرا جزيلا استاذ صبري، نورتنا. الله يكرمك كابتن عمر. وكذلك اللاعبين الجيدين اللاعب عادل نجاح متولي، شكرا جزيلا حبيبي عدو. شكرا لك. سعان ولا لا؟ طيب. والحارس الجيد الحارس مواليد 2006 وحارس برضه فريق ال 2005 الحارس محمد صبري زيد، شكرا جزيلا حبيبي. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل طبعا نجومنا اللاعبين المنضمين لنادي الزرقاء الرياضي، اللاعب وليد، اللاعب محمد حسن، اللاعب محمود محمد علي، واللاعب محمد جمال بكري، واللاعب ياسر اسماعيل، واللاعب محمود عويس. هنطلع لفاصل ونستقبل هؤلاء اللاعبين. أنا لكم تاني في ختام هذه الحلقة في فقرة مواهب على الطريق. انضم لي أربع لاعبين منضمين لنادي الزرقاء الرياضي في قطاع الناشئين والبراعم. طبعا في البداية برحب باللاعبين، اللاعب محمود عويس مواليد 2003. أهلا وسهلا محمود. أهلا وسهلا. أخبارك يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام كله الحمد. تمام. وكذلك اللاعب ياسر إسماعيل مواليد 2003 أيضا. أخبارك يا ياسر؟ تمام. عامل ايه؟ تمام. كله تمام؟ كله تمام. ماشي. ومعي اللاعبين ايضا محمد جمال بكري مواليد 2002. ازيك يا محمد؟ اهلا بك. عامل ايه يا حبيبي؟ الله يخليك. واللاعب محمود محمد علي مواليد 2001. ازيك يا محمود؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. طبعا قبل ما ننسى بس توجيه الشكر للاستاذ وائل زيد والاستاذ هشام زيد والدكتور محمد علي الشريف والاستاذ محمد نايف الشطير بالمملكه العربيه السعوديه لمساندتهم طبعا قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي، واللاعب محمد صبري زيد. في البدايه طبعا برحب بضيوفي الكرام اللاعبين نادي الزرقاء. قول لي يا محمود عويس، بالنسبه انت مركزك ايه في الملعب كده؟ هجوم. ها؟ مهاجم. مهاجم. لعبت في نادي قبل كده ولا لسه اول؟ لعبت في الاسيوطي. لعبت في الاسيوطي الموسم اللي فات ده؟ لا اللي قبليه لما كان الاسيوطي. وكنت متسجل وبتلعب دوري. تمام. مين اللي كان بيمرنك؟ كابتن تامر. كابتن تامر. ياسر اسماعيل كنت بتلعب فين ياسر؟ في اكاديميه المصري البورسعيدي تبع كابتن سيد رواد. تمام.
دي حاجه كويسه برضو، حاجه مفرحه وحاجه ممتازه. مركزك ايه يا ياسر؟ مهاجم. مهاجم فرود برضو. يعني اتنين فرود هتبقوا انتوا رؤوس الحرب يعني. ربنا يوفقك يا رب. وانت محمد جمال يا باكر بقى مركزك ايه في الملعب؟ هاف ليفت. هاف ليفت تمام. لعبت في نادي قبل كده؟ لعبت في مركز شباب مغاربه. مركز شباب مغاربه المنيا برضه. المنيا. المنيا. انت اصلا من المنيا. محمود محمد علي. انت مركزك ايه في الملعب؟ هاف ليفت برضه. برضه هاف ليفت؟ تمام. لعبت فين؟ لعبت في مغاربه محمد. في مغاربه؟ كنت بلعب انا ومع بعض. انت ومحمد جمال؟ يعني انتوا كنتوا فرقه واحده ولا هو من الصعد ل 2001؟ لا كنا فرقه واحده احنا. تمام. يعني من الصعد من 2002 ل 2001. دي برضه حاجه كويسه طبعا. قولوا لي كده مثلا حابين بقى واخدين نادي الزرع محطه؟ عايزين ان شاء الله باذن الله يبقى باذن الله تكونوا في الدوري الممتاز. باذن الله. تمام. وانت طبعا يا محمود عويس لعبت فين قبل كده غير مغاغه ولا كان اول تقيدك؟ كان اول كده في مغاغه. مغاغه. تمام. وانت محمد بكري؟ لعبت في مغاغه وبعد كده لعبت في بني مزار. في بني مزار قسم ثالث بني مزار. تمام. محمود عويس بالنسبه لتطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله حابب تكون فين؟ ان شاء الله دوري ممتاز. اهلاوي ولا زملكاوي الاول؟ اهلاوي. اهلاوي برضه. وانت يا ياسر؟ اهلاوي برضه. اهلاوي. اهلاوي برضه. كلكم اهلاويه؟ اه. طب ومشوا. طيب طبعا ان شاء الله باذن الله عايزين نتائج كويسه في قطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي، وعايزين يبقى لكم بصمه، لان طبعا الكابتن سيد راضي صراحه يعني عامل مجهود ان شاء الله تدريبات، جايب جايب اللعيبه المميزين. فانتوا ان شاء الله باذن الله عايزين بقى تكون عند حسن الظن، عايزين تنزلوا الملعب تلعبوا الدوري على قد المسؤوليه. انت اللي هتوصل نفسك، لان اللاعب الموهوب هو اللي بيوصل نفسه بايه؟ بمستوى مش مساعدة حد. انت اللي هتوصل نفسك بنفسك. كلنا بنعمل محاولات، الراجل اللي جايبك بيعمل محاولات، رئيس القطاع بيعمل محاولات، المدرب اللي ممرنك بيحاول معاك، ولي الامر بيحاول معاك، كلنا بنعمل محاولات لاجلك. ولكن كل حاجه متوقفه على مين؟ على اللاعب اللي هو ايه؟ مستواك داخل الايه؟ الملعب. طبعا انت بقى بتشجع مين بقى غير الاهلي عالميا بقى؟ ريال مدريد. ريال مدريد. يبقى انت زملكاوي بقى. وانت يا محمود؟ برشلونه. ها؟ برشلونه. وانت يا محمود علي؟ بشجع برشا عشان ميسي. عشان ميسي. ربنا يكرم كده ونشوفه زي. وانت بقى؟ الليفر عشان صلاح. الليفر عشان صلاح. طب ايه رايكم يا اولاد في بقى نادي الزرق الرياضي؟ نادي تمام وكويس و وانت محمود يعني؟ نادي تمام ده يعني حاجه كويسه، في استفاده في التدريب يا محمود. انا جاي نادي كويس يعني. انا جاي نادي الزرق محطه كويسه لينا عشان اطلع موهبتي فيه. تمام. لكن ان شاء الله باذن الله اللي انت عايز توصل للافضل طبعا. او لنادي دوري ممتاز الف، لان النادي طبعا زي ما احنا عارفين ممتاز ب، عايز ان شاء الله يكون لكم مستقبل ان شاء الله. احنا بنشكر الكابتن سيد راضي انه وصلنا لحد هنا. والله احنا بنشكر الكابتن سيد صراحه على المجهود الكويس، اللعيبه الموهوبين اللي بيجيب لنا النادي، لان طبعا انتوا لعيبه مميزين وربنا يوفقه عشان تكون محطه كويسه وتكون انت مستفاد، وتكون في نفس الوقت اللي انت يبقى ليك شأن من خلال برضو ايه تعبك وجهدك داخل الايه الملعب وطاعتك لاوامر المدربين طبعا في حيز الملعب. طبعا حابب تشكر مين بقى ياسر؟ حابب اشكر والدي اللي تعب معايا كتير. تمام. وكابتن سيد راضي ان هو اللي وصلنا للنادي الزرقاء. تمام. وحابب اشكر والدتي ان تعبوا معايا كتير يعني. تمام حبيبي. وانت محمود عويس بقى؟ حابب اشكر والدي طبعا. تمام. اللي تعب معايا، وحابب اشكر الكابتن سيد راضي، وحابب اشكر كل كابتن اتمرنت معاه. جدع يا محمود. وانت محمد يا جمال يا بكري؟ احب طبعا اشكر الكابتن سيد عشان تعبان معانا من فتره. واحب اشكر والدي ووالدتي. تعب معاكم بقى في التدريبات؟ في التدريبات وفي المشغولين معانا من سفر لسفر. تمام. واحب اشكر والدي ووالدتي وبلدي الجايات. تمام. عايزين اوصل محمود علي برضو حابب تشكر مين بقى؟ حابب اشكر الكابتن سيد اولا، بعد كده والدي ووالدتي، وبالافضل اخوي علي. تمام. هو مسافر في سفر دلوقتي وبيبعت يعني وتعبان معايا خالص. ربنا يعني هو اللي بيضحي معاك وهو اللي ايه هو اللي وصلنا لحد هنا. تمام. ربنا يوفقه كده، وعايزين نلاقيكم حاجه كويسه كده في المستقبل القريب ان شاء الله. طبعا عايزين نتكلم عن الناشئين والاستثمار الرياضي. بالنسبه للناشئين
الناشئين دي امانه، كل مستثمر او كل واحد معاه لاعبين دي امانه، ودولت ولاد ناس، يا ريت المصداقيه والوضوح لهؤلاء اللاعبين على مستوى الجمهوريه، لان سمعنا اكاديميات باسم انديه وبتاخد اللعيبه تروح سجلها في مراكز الشباب. نادي مش عايز اذكر اسماء، يا ريت الناس تهدى شويه، الناس اللي شغاله في الاستثمار الرياضي اشتغل بس بما يرضي الله، ولكن تاخد اسم نادي في الدوري الممتاز اكاديميه وطالع لك الجواب اللي انت في اكاديميه، وطالع لك جواب مختوم اللي انت واخد اكاديميه النادي، لكن اللي انت تمرن فقط لا غير، وتكتب على التيشيرت اكاديميه نادي كذا، ولكن الحيل اللي احنا بنشوفوها لا، نادي كذا بدون كلمه اكاديميه ومبالغ طائله وهتتسجل في النادي، لا مفيش قيد في النادي. امال في ايه؟ هيتم قيد اللاعب بمركز شباب معين او بنادي معين، فيا ريت المصداقيه لابناء الناس عشان دي امانه في رقبتنا، ودولت ولادنا، دولت ولادنا، يا ريت الناس تتريص شويه في المجال، لان المجال الرياضي في مصر بقى في وضع خطير، في وضع منحدر جدا جدا. يا ريت الناس المستثمرين اللي هم الصح، لان في مستثمرين دخلاء داخلين مش فاهمين، واخدينها تجاره وسبوبه وشكرا على كده، لكن عشان يلاقي لاعب مميز ياخده يوديه لنادي اميز يبقى الراجل ده شغال صح. اما اللاعب يتمرن واللاعب اللي بيتمرن ده انت بتؤهله نفسيا وسلوكيا وكل حاجه وبتقومه للافضل، يبقى انت كده عملت حاجه كويسه. ولكن اللي انا اتكلم واقول تعالى اوديك نادي كذا ونادي كذا ده بيلعب دوري ممتاز، لا ما ينفعش. اولا ما فيش حاجه اسمها قطاع الف وقطاع ب في الناشئين، الكلام ده عار تماما من الصحه. ما فيش في قطاعات الناشئين على مستوى الانديه قطاع الف وب، هو قطاع واحد وهو رئيس قطاع ناشئين واحد، لكن في انديه معينه 15 رئيس قطاع، 15 فرع في المحافظات، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، هو رئيس قطاع ناشئين واحد، هو نادي واحد، هو قطاع واحد، ولا في الف ولا ب، هو قطاع واحد غير مسمى، غير الف وغير ب. اما اللعيبه اللي داخلين الاستثمار مستواهم متوسط، مش هنقول مستواهم عالي، مستواهم متوسط مفيش مشاكل، او بيتمرنوا المستوى كويس يبدا يلعب، لانه مقيد بالسجلات الاتحاد ومقيد في النادي، يبدا يلعب وياخد فرصته. بالنسبه ل بننوه كثيرا الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، نادي بتروجيت يقبل لاعبين، نادي مش عارف يقبل لاعبين بمبالغ طائله، مفيش الكلام ده، بتروجيت ما طلعش النادي لمستثمر او بدا شغل الاستثمار علشان الناس تاخد حذرها. في بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تجول وتصول المحافظات والمدن والقرى باسم أندية، منها بتروجيت، منها الزمالك، منها مش عارف ايه، وطبعا لقينا كارنيه باسم نادي الزمالك مع شخص ما، طبعا وهنسجل ابنك في نادي الزمالك، هتمضي مش عارف فين، وتروح تسلمه ايه لبس ايه، ومفيش الكلام ده خالص. يا ريت الناس تتريث في اتخاذ هذا القرار، ويا ريت الناس اللي بنقوله مستثمرين اللي هم كويسين يخلي بالهم من ولاد الناس، لان دولت امانه في رقبتنا، علشان الحيل الكثيره على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلانات والشو كل ده عايز، انا بلعب سموحه النهارده، انا بلعب المانيا النهارده، بعمل شو لنفسي، لكن مش ده. ابدا مرن، ابدا اشتغل، انت واخد مقابل لازم تتعب عشانه، ابدا مرن، هات مدربين صح، هات ملاعب كويسه جدا، هات للعيبه ملابس، هات واعمل، ليه؟ المستثمر بيصرف. ولكن للاسف الشديد بقينا في منحدر خطير، وكذلك منتخب الاكاديميات اللي موجود على الساحه حاليا، عندنا ماتش مش عارف فين وعندنا ماتش فين، الاتحاد المصري لكره القدم بيقول وعلى مسؤوليته الشخصيه ان مفيش حاجه اسمها منتخب مصر للاكاديميات. هذا الكلام عار تماما من الصحه، لكن اكاديميات شغل اكاديميات وصفا لالمانيا وايطاليا مفيش الكلام ده خالص.
يا ريت ناخد بالنا، ولان اولاد الناس بنكرر امانه في رقبتنا، وان شاء الله باذن الله يكون مستقبل قطاعات الناشئين في مصر حاجه تانية وحاجه مبهره ان شاء الله. في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي واللاعبين الجيدين، اللاعب محمود عويس واللاعب ياسر اسماعيل، وطبعا اللاعب محمد جمال البكري واللاعب محمود محمد علي. شكرا للرجاله، وان شاء الله نشوفكم في الملاعب حاجه كويسه كده جيده ان شاء الله. ان شاء الله. في ختام هذه الفقره بحب اشكر طبعا اسره البرنامج، وان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 11 وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.